منذ بداية عام 2021 تفاقمت أزمة تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، ففي كوفنتري يشعر مزيد من الناس كل يوم بالضغط الذي تسببه الأزمة. إذا كنت تواجه صعوبات مادية أو تشعر بالقلق بشأن المستقبل، فالحصول على المساعدة المبكرة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. يتعاون مجلس بلدية كوفنتري مع شركائه في كافة أنحاء المدينة لضمان حصول جميع السكان على الدعم المناسب. يمكنك الحصول على المساعدة في المجالات التالية: أولاً، المساعدة في تأمين المواد الغذائية في حالات الطوارئ والتدفئة لمنزلك، بالإضافة للدعم في دفع فواتير الغاز والكهرباء. المساعدة المادية لزيادة دخلك والحصول على المعونات. ثالثاً، الدعم في مجال السكن، ويشتمل ذلك على المساعدة في حال كنت مشرداً أو إذا كنت تود التواصل مع صاحب الملك أو كنت بحاجة للمساعدة في دفع متأخرات الإيجار وضريبة البلدية. رابعاً، المساعدة لضمان حصولك على الإنترنت والخدمات الرقمية. لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمجالات الدعم المتوفرة، الرجاء زيارة الموقع www.coventry.gov.uk/cost-of-living. يمكن ترجمة هذه المعلومات المتوفرة على الإنترنت إلى أكثر من 100 لغة. للترجمة، الرجاء النقر على زر ريش ديك في أسفل يمين هذه الصفحة على موقعنا. في حال كان لديك أي سؤال أو أردت التحدث معنا، الرجاء الاتصال بفريق خدمة الزبائن على الرقم 08-085-834-333. نحن كوفنتري واحدة للجميع. We are one Coventry together.